لو الحكاية فيها إن فيديو. عندنا كمان المريخ وفينوس الاثنين موجودين في برج الميزان، وعندنا الشمس والمشتري الاثنين موجودين في برج العقرب، وعندنا عطارد وزحل الاثنين موجودين في برج القوس، وعندنا بلوتو موجود في برج الجدي، وفي كمان كوكبين بيتراجع، عندنا اورانوس بيتراجع في برج الحمل، وعندنا نبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهارده ما زال القمر بيدعمهم، عندهم النهارده لباقة ودبلوماسية، وعندهم قدرة على الإقناع هايلة. كمان لو عندهم اجتماع عائلي هيكون في فرصة ان هم يقربوا وجهات النظر مع الناس اللي موجودين في هذا الاجتماع العائلي من الأهل ومن الأقارب. كمان على المستوى المهني والاجتماعي اشوف ان النهارده مواليد الحمل عندهم يوم مناسب للاقناع جدا، فلو عايزين يعملوا انترفيو النهارده هيكونوا موفقين، او لو عاوزين يطالبوا حد بمطالب مهنيه او حتى ماديه النهارده هيكون عندهم الحظ بيحالفهم. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهارده عندهم القمر موجود في منزل المال، والنهارده ده بيدي مواليد الثور حس تجاري، وهم اصلا مواليد الثور موهوبين ماليا وتجاريا، لكن النهارده كمان القمر بيساعدهم اكتر ان شاء الله، ويقدروا ان هم يحققوا مكاسب ماليه. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهارده عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيخليهم اكثر تألقا وسحرا، وعندهم كمان روح قياده هايله، وعندهم ثقه بالنفس اكتر، فكل ده ان شاء الله هيساعدهم ان هم يفرضوا نفوذهم وارادتهم ويحققوا اللي هم عاوزينه. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهارده عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيدعوني اني اقول لمواليد السرطان مهم جدا ان انتم تشتغلوا في سريه وكتمان، وتحاولوا ان انتم تتجنبوا الزهو بنفسه. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهارده عندهم القمر في وضع داعم، وده بيخليهم يشاركوا المحيطين بيهم بكل الفرح والعطاء والمزاج الحلو. النهارده كمان مواليد الاسد ممكن يحصلوا على دعم الاصحاب والمخلصين ليهم، او حتى زملاء العمل هيعرفوا ازاي يكونوا يعرفوا يحصلوا على دعمهم. كمان مواليد الاسد النهارده اللي عندهم مشاريع النهارده ممكن يكون في فرصه لتنميه المشاريع الخاصه، وكمان لتنميه اي اعمال، يعني على الصعيد المهني الحظ رائع، سواء كان في تنميه الاعمال او في الحصول على دعم الزملاء. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهارده ما زال القمر للاسف معاكس معاهم، وخصوصا على الصعيد المهني، فمواليد العذراء ممكن يكونوا النهارده محددين قوي في رايهم، يعني يميلوا للعناد اكتر، ممكن مفيش مرونه، فهقول لمواليد العذراء مهم قوي النهارده ان انتوا ما ترفضوش الراي الاخر، اسمعوا وحاولوا تتفهموا وجهه النظر الاخرى، وحاولوا تكونوا اكثر مرونه. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهارده عندهم القمر في منزل الحظ، والنهارده ده بيدي مواليد الميزان موهبه تحليليه هتساعدهم على فك الالغاز الكتير اللي ممكن يكونوا محاطين بيها. بس عموما كمان النهارده مواليد الميزان عندهم حظ كويس في الفلوس، يعني ممكن يكونوا ملهمين بافكار تحقق لهم مكاسب. كمان النهارده مواليد الميزان لو عايزين يسافروا او يخططوا للسفر النهارده هيكون يوم مناسب جدا للسفر. نروح بعد كده لبرج العقرب.
العقرب النهارده عندهم القمر في منزل المتأخرات، والنهارده في فرصه كويسه ان مواليد العقرب يزودوا متأخراتهم ويحسنوا احوالهم الماليه، ويعرفوا كمان يخططوا للمستقبل، هيكون عندهم رؤيه اوضح ويقدروا يخططوا بطريقه افضل. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهارده عندهم القمر في مواجهه برجهم، والنهارده مواليد القوس ممكن يكونوا يميلوا للعصبيه جدا، فمطلوب من مواليد القوس النهارده ان هم يحاولوا يتظاهروا بالبرود لان هم عصبيين، لكن ده مش في صالحهم، فيحاولوا يتأنوا في اظهار انفعالاتهم حتى مهما كانوا عصبيين من جواهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهارده عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم مزاج، بيديهم طاقه ونشاط وقدره على التنظيم هايله، يعني عندهم النهارده يوم حافل بالانجازات ان شاء الله، ويكونوا موفقين في كل عمل بيقوموا بيه. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهارده مازال القمر عندهم في منزل الحب، وده بيديهم روح تفاؤل وبيديهم حماس وطاقه، وممكن يكون عندهم لقاءات عاطفيه رائعه. كمان على المستوى المهني اشوف ان هم هيكونوا عندهم قدره على ان هم يحصلوا على التقدير وعلى اعجاب الناس اللي في العمل ليهم، سواء الرؤساء او الزملاء. كمان النهارده بالنسبه لمواليد الدلو يوم مناسب لممارسه الرياضه، ولو عندهم اولاد النهارده كمان هيكون يوم حلو في توطيد العلاقه وتقريب وجهات النظر بين الاهل من مواليد الدلو والاولاد. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهارده عندهم القمر ما زال معاكس معاهم في منزل العيله، وده بيخليهم يميلوا للعناد خصوصا مع اوامر او قوانين الاهل والقرايب. نصيحتي لمواليد الحوت النهارده ان هم يهدوا ويحاولوا يسمعوا شويه للاخرين، بس خصوصا للناس اللي هم بيثق، يعني يكون في ثقه بينهم. كمان مواليد الحوت هقول نصيحه النهارده اجتماعيا، حاولوا ان انتم تتجنبوا الدخول في اي مناقشات فيها اختلاف او مناقشات شائكه او فيها اختلاف في وجهات النظر، عشان ما يؤديش ده لصدام او لخلافات كبيرة. وكده نبقى خلصنا ال 12 دول النهارده.